دائماً يا جماعة لما إحنا بنسلق الخضار أو بنشويها بالفرن بيختلف بالطعم. يعني إذا إحنا سلقنا البامكن أو القرع وبعدين عملناه سلطة بيطلع طيب، ولكن إذا شويناه بالفرن بيطلع أطيب. في عندي هون مشويين جاهزين يا سمير، نجيبهم وأنا وأنا رح أتبل اللي عندي بزيت الزيتون. شوفوا هاي شوية زيت زيتون بالإضافة لا والله المشويين فرجة للبابريكا المدخنة. هاي البابريكا المدخنة بس بديش هاي هيك، نحط شوية بابريكا بالإضافة للكركم. طيب هلا هو القرع لونه برتقالي على صفار، حتى نزيد ونعزز من هاي النكهة عم نحاول إحنا نستخدم بهارات تكون برضه بتعزز اللون، فأنا ما أضفت إشي تاني غير كركم وبابريكا حتى تعطينا هذا اللون الذهبي الجميل أثناء الشوي. تمام. طيب يا جماعة بنشويهم لمدة بس 20 دقيقة، على فكرة القرع ما بياخد وقت أبداً بالفرن. نحط شوية زيت زيتون برضو على النار، رح ننزل الحمص الحب بهاي الطريقة، فرح نحط البابريكا المدخنة برضو هيك تقريباً معلقة صغيرة، ما تكتروه بيعطي مع الكركم لون كتير حلو مع زيت الزيتون. شوية كركم حتى نعزز اللون الأصفر ورشة ملح وفلفل، وبرضو على فكرة على البامكن نسيت أحكي لكم إنه في طبعاً برضو ملح وفلفل، ما رح أكتر كتير. شوية فلفل، شوية ملح، أوكي. وهلأ يا سمير رح نحركهم حتى يتغلفوا بزيت الزيتون والتوابل اللي عنا، بس بدي إياهم يحموا شوي أكتر عبين ما يصير هذا الإشي. أنا رح أنتقل رح أحمي لك رح أحمي لك ياهم قال رح أسلمك إياهم عندي الموضوع. يلا ننتقل للدريسنج أو التتبيلة، أوكي؟ تمام. نحتاج لمسترد، أي نوع خردل أنت عندك إياه. إحنا مرات بنعطي مسميات بس أنت إذا ما عندك إياها بتقدر تحطي إشي تاني. يعني أنا مستخدمة الديجون، ما في ديجون تحطي العادي، مش يعني مش قضية، عرفت أوكي. شو قصدي؟ ما بننعقد الأمور. بدي أنزل على الديجون مسترد اللي عندي عسل، شوية عسل، والله شوية حلوين. أقول لك ليه؟ هلا أنت دائما لما السلطات يكون فيها إشي حلو طعمة البامكن فيه حلاوة. تمام. لازم الدريسنج يكون فيها حلاوة. أوكي. هيك تحاول يعني بلبق عليه، عرفت شو قصدي؟ خصوصا انه في اشياء ثانيه حتدخل معنا حامضه. هلا رح ننزل عليهم زيت الزيتون، وانا حكيت لكم اي نوع خل بدكم اياه، انا كاتبه بلسمك بس انا صراحه استخدمت خل ابيض، فرح انزل الخل الابيض. هي الخل الابيض. رح ننزل شويه عصير الليمون اللي عندنا، ورح انزل برضه رشه ملح وفلفل على نفس هاي التتبيله. وهي الحمص بلش يتلون مع سمير يصير لونه حلو حتى نقدر احنا نطبقه. احنا تحميصه سريعه هيك صح؟ بتعرف بدي ازيد بس شويه بابريكا عشان اللون يصير احلى. اوكي. يلا. شايف احنا تحميصه سريعه؟ بدي اياه هيك يتغلف، تحسه تغلف بطل طعمته مسلوق سلق، بدي اياه يصير له طعمه ذات. عندي، خلص، عندي. فاذا رح نعيد المكونات للدريسنج، احنا حطينا اول شيء الديجون ماسترد، حطينا عليه العسل. حطيت عليه كمان زيت الزيتون والخل الابيض وعصير الليمون، رشه ملح وفلفل صغيره، وهلا اخر شيء بدنا نحركه كثير منيح حتى يصير له قوام شوي سميك، ما بدي يكون كثير مرق، فخلينا نحركهم مع بعض قدامكم حتى نوصل للقوام اللي احنا بدنا اياه. يا عيني. احنا رح نضيف لهي السلطه كينوا، الكينوا كثير سبق وعملناها على الهواء، كل كوب كينوا بياخذ كوبين من المي، بفلفله زي الرز، بعامله معامله الارز تماما حتى يتفلفل معنا. وهون هي صارت الكينوا عندي جاهزه، رح اخذ شوي من هذا الخليط انزله على الكينوا. الكينوا اللي تبلناها بنفس الدريسنج، شوف انا بدي اعمل السلطه بمبدا البلاتر اللي هو ايه يعني مش مخلوطه. اوكي. كله مصفوفه صف، كل نوعيه لحال، اللي بيحب يخلطها يخلطها. هلا في شغله مهمه لما بنعمل بلاترات او اي شيء سلطات او اي شيء حتى لو فواكه لازم نكسر الالوان، يعني ما نحط اصفر جنب اصفر، نحاول نحط نكسر او نغير، ما نحط الصفوف اللي شبيهه باللون جنب بعض. هلا رح ننزل هون الجبنه. تمام. انا هون عندي نوعيه الجبنه التركيه اللي بتيجي على شكل كرات، موجوده صارت في كل الاسواق، إذا بدكم تعرفوا وين جبتها بقدر أجاوبكم أكيد تحت الهواء. هي قهوتكم. رح نحتاج خضار ورقية حسب الرغبة، وبدنا كينوا مفلفلة جاهزة، بدنا حبتين من الفليفلة الحمراء المقطعة لمكعبات، بدنا قرع أو يعني البامكن اليقطين مقطع لقطع متوسطة الحجم، ملح وفلفل وبابريكا مدخنة. بنحتاج كمان ل
شوية كركم، بدنا بصل أخضر وكرات من الجبنة، أنا مستخدمة نوعية تركية، بدنا كوبين من الرمان وحمص حب. أما التتبيلة فهي تتكون من بدنا زيت زيتون، خردل، بدنا خل بلسمك بالإضافة لعسل أو عصير ليمون أو أي شيء حامض، يعني حتى لو ما عندك خل بلسمك تقدر تحطي خل عادي.